أكثر من 2 مليون مواطن يقترعون لاختيار أعضاء مجلس النواب 17. أنسور يؤكد على استقالته بعد انتهاء الانتخابات النيابية ويدلي بصوته في محافظة البلقاء. والمستقلة للانتخاب تؤكد عدم وجود أي مخالفة ممنهجة تؤثر على سير العملية الانتخابية. 7:30 في قناة رؤيا، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. توجه الأردنيون منذ صباح اليوم إلى مراكز الاقتراع في جميع محافظات المملكة لانتخاب من يمثلهم في مجلس النواب 17 في انتخابات تأتي في مرحلة مفصلية تعيشها المنطقة وتضفي مدماكا جديدا في مسيرة الأردن الحديث. رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نصور أكد أن مقاطعة الانتخابات ليست السبيل الديمقراطي وأن المشاركة واجب وطني. وأشار نصور في مؤتمر صحفي عقده اليوم إنه لم يقدم استقالته حتى الآن، وأنه سيضع استقالته بين يدي جلالة الملك عبد الله الثاني حين تنتهي الانتخابات النيابية. وأضاف نصور أن الأردن قادر على أن يعطي نموذجا راقيا للعالم العربي في انتخابات نظيفة وبرلمان وحكومة قويين. أنسور أكد أن الدولة وأجهزتها وقفت على الحياد في هذه الانتخابات، مشيرا إلى أن نزاهة الانتخابات لا تأتي من الحكومة وأجهزتها وهيئتها فحسب، وإنما تأتي من المرشح والناخب والإعلامي ومنظمات المجتمع المدني. يذكر أن نصور أدلى بصوته صباح اليوم في مدرسة بشيري الأساسية المختلطة التابعة للدائرة الانتخابية الأولى في محافظة البلقاء. ونزاهة الانتخابات لا تأتي من الحكومة وأجهزتها وهيئتها المستقلة وحدها. نزاهة الانتخابات تأتي من المرشح ومن الناخب ومن الإعلام ومن منظمات المجتمع المدني، والأداء هذه المرة لم يبلغ درجة الكمال، ولكن الحكومة نهدت والهيئة المستقلة إلى التصدي لكل حالة فساد استطاعت أن تصل إليها وتصلح أن تقدم إلى القضاء. وننتقل مباشرة إلى الزميل أيمن الزامل في المركز الإعلامي. أيمن، مساء الخير. مساء النور لنا. نعم لنا، نحن الآن في المركز الثقافي الملكي تحديدا الذي أقيم فيه المركز الإعلامي للهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات لنا. نعم أيمن، كيف تصف لنا الأجواء؟ لنا تحديدا نبدأ من آخر المستجدات. في آخر ساعة أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني أن مجلس مفوضي الهيئة قرر تمديد فترة الاقتراع ساعة واحدة على أن تنتهي ساعة الاقتراع ومدة المحددة للاقتراع في تمام 8 مساء في كافة دوائر المملكة، الدوائر الانتخابية. وأود أن أشير أيضا إلى آخر التطورات التي حصلت خلال الساعات القليلة الماضية، كان من أبرزها أيضا مؤتمر صحفي لعطوفة مدير الأمن العام حسين هزاع المجالي، تحدث فيها عن آخر الوقائع الأمنية التي حصلت في مختلف مناطق المملكة وكان عددها قرابة 46 واقعة. تحدث كان من أبرزها إطلاق أعيرة نارية، مسيرات، مظاهرات، إغلاقات طرق، بالإضافة إلى محاولات للاعتداء على صناديق الاقتراع ومراكز الاقتراع.
أود الإشارة أيضا إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان أعلن تقريره وبيانه الثاني الذي تحدث فيه عن وجود خروقات أو تجاوزات في بعض مناطق يعني الدوائر والمناطق المختلفة في المملكة، كان من أبرزها تحديدا مدرسة في منطقة الدفيانة في قضاء محافظة المفرق، تحدث عن محاولة الاعتداء على الصناديق، وبالإضافة إلى هنالك وقعت أعمال عنف في منطقة الدائرة السابعة في العاصمة عمان. أود الإشارة إلى آخر يعني النتائج التي تشير إلى نسبة الاقتراع لغاية الآن لغاية تقريبا 7:25 قبل خروجنا على الهواء مباشرة، بلغت نسبة الاقتراع العامة في مختلف مناطق المملكة 54.68%، في أي بمعنى أن بلغ عدد المقترعين 1,242,598 ناخب وناخبة من أصل 1,272,182 ناخب وناخبة يحق لهم الاقتراع. أود الإشارة إلى أن أقل نسبة اقتراع كانت أيضا في العاصمة عمان حيث بلغت تقريبا 37% وتجاوزتها بقليل، فيما سجلت النسبة الأعلى في إقليم بدو الشمال بنسبة 72.4% في إقليم بدو الشمال. أود أيضا أن أعرج على موضوع هام، وهو أن المراقبين بعثة المراقبين الدوليين المشرفة على سير العملية الانتخابية أعلنت في تصريحات لرؤية عن أنها لن تعلن أو تخرج بأي تصريح إعلامي قبل انعقاد مؤتمر صحفي لها غد بعد ظهر يوم غد تحديدا، للحديث عن آخر المستجدات التي رصدتها في العملية الانتخابية. كذلك بعثة شبكة المراقبين العرب والتي يتزعمها الدكتور نظام عساف أعلن عن مؤتمر صحفي صباح الغد تقريبا في الساعة 11 للإعلان عن مختلف أنواع يعني التجاوزات إن وجدت، مختلف المشاكل التي تم رصدها، بالإضافة إلى موضوع أن المركز الوطني لحقوق الإنسان عرج كذلك مثل ما ذكرنا قبل قليل على عدة تجاوزات حصلت، وحاولنا الحصول على تعقيبات على هذه المواضيع من الناطق الإعلامي في الهيئة، ولكن كان الموضوع أنه قيد الدراسة وفي قيد النظر، وسنحصل على إجابة خلال الساعات القادمة بكل تأكيد. نعم أيمن، أريد أن أعود إلى النقطة الأولى التي ذكرتها، موضوع التمديد، ما أسباب التمديد؟ هل هو ضعف في الإقبال؟ صراحة في الاطلاع على مختلف النتائج بنلاحظ أنه أقل نسبة كانت في عمان 37% تحديدا، هذا قرابة الساعة السابعة طبعا يعني بهذا التحديد، ولكن الأسباب ليست هي كما يقول يعني حسين بني هاني في المؤتمر الصحفي كما قال، ليست بضعف الإقبال وإنما الإقبال الشديد، يعني هنالك اكتظاظ كما قال الناطق باسم الهيئة في مراكز الاقتراع، مما اضطر إلى تمديد فترة الاقتراع على أن يتم في الساعة 8 إغلاق الأبواب بشكل كامل، أما للمدارس أو المراكز التي تشتمل على أسوار وأبواب يتم إغلاقها، وبالتالي تبقى الفرصة متاحة لمن هم داخل المراكز للإدلاء بأصواتهم، أما من هم خارج المراكز لن يستطيعوا الإدلاء في أصواتهم ويتم إغلاق الصناديق بشكل نهائي، وليس هنالك تمديد لأي فترة كانت ولأي ساعة طبقا للقانون الانتخاب. أود الإشارة أيضا في هنالك مراكز ودوائر اقتراع أخرى ليس لديها أسوار، سيتم العمل كما أفادت الهيئة المستقلة للانتخاب على وضع يعني رجال الأمن بالتعاون مع رجال الأمن والضابط الارتباط الموجود من الهيئة أن يقف في مكان محدد في تمام الساعة 8 ليفصل الناخبين والذين يتوجهون للاقتراع من الذين سيخدمهم بعد ذلك الوقت تحديدا. نعم أيمن الزامل مراسل رؤيا في المركز الإعلامي، شكرا جزيلا لك. رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري أدلى بصوته في مدرسة زهران التي هي أحد مراكز اقتراع الدائرة الثالثة في العاصمة عمان، ودعا المصري الناخبين إلى ممارسة حقهم الدستوري والإدلاء بصوتهم لإخراج مجلس نواب ذي أداء نوعي يعزز مسيرة الوطن وإنجازاته، لافتا إلى أن الإجراءات المتبعة
كانت سهلة وميسرة. واضح تماما بأنه الإجراءات كفلت نزاهة وشفافية كاملة، وقد قامت كل الجهات المعنية من الهيئة المستقلة إلى الدوائر الحكومية والإعلام بكل ما يلزم لتأكيد بأن هذه الانتخابات ستكون انتخابات نزيهة والحمد لله. ولذلك أدعو الجميع أن يشارك في الإداء بصوتهم بالرغم من بعض التحفظات التي يبرزها البعض، فإن موضوع الانتخاب أعتقد أنه موضوع مهم جدا، ونحن نمر الآن في مرحلة مفصلية ستبدأ بعد الانتخابات مباشرة. هذا وتواصلت عملية التصويت منذ الصباح الباكر لانتخاب 150 نائبا من ضمنهم 27 يمثلون الدائرة العامة في السباق الانتخابي نحو البرلمان 17. بداية عملية الاقتراع وفتح الصناديق في التقرير التالي. صباح مختلف بكل المقاييس، فقد حان الموعد المنتظر للاقتراع للبرلمان 17 بتوجه أكثر من 2 مليون أردني إلى مراكز الاقتراع في مختلف محافظات المملكة. 1484 مركزاً للاقتراع والفرز تضم 4069 صندوقاً فتحت في الساعة 7 من صباح اليوم، لكن بعض مراكز الاقتراع شهدت تأخيراً في فتح الصناديق بسبب أخطاء فنية. جرت العملية الانتخابية منذ صباح اليوم تقريباً عند الساعة 7 بالضبط. نسبة الإقبال لغاية اللحظة هاي تعتبر جيدة وجرت بكل سهولة ويسر الحمد لله. الحمد لله بتصير بكل يسر وسهولة، وبلش عندنا الاقتراع من الساعة 7 صباحا والأمور منظمة من حيث وجود الأمن ومن حيث الترتيب، وكله بحمد الله بصير على أحسن وجه. نسبة المقترعين يعني احنا عندنا 20 ناخب لغاية الآن من 600. بعد النهار مو بأول، بتعرفي الدنيا شتاء والناس بعدها بجزء ما بلشت تتحرك تطلع، إن شاء الله تعالى راح يكون في عندنا إقبال أكثر. شهدت الدوائر الانتخابية تبايناً في إقبال الناخبين على ممارسة حقهم الدستوري، وتفاوتت نسب الاقتراع بينها على مدار اليوم. عملية محترمة كثير، من أول ما تدخل بعطوك الرقم الغرفة، رقم الطابق اللي أنت بدك تروح عليه، وهناك بدققوا الهوية والكرت تبع الانتخابات، بعدين بسجلون على الدفتر، بعدين مرة ثانية بدققوهن، بعدين بنروح ننتخب كل واحد مكان معين لسجل اسمه. الحمد لله ما حد ضايقنا وعملونا بكل معاملة لطيفة، وكان كل شيء نزيه وما حد عرف لمين احنا صوتنا ولا وين صوتنا. اني بدي اوصل هالانسان اللي ممكن يخدمنا، مش خدمات، بدي يشرع قوانين ويعمل يعني النائب مو رئيس بلدية بدي يعمل لي شوارع ويعملها، بدي يعني يشتغل شغل اللي احنا بدنا اياه. مع استمرار ساعات النهار تواصلت عملية الانتخاب بأداء كل لدوره، الهيئة المستقلة للانتخاب وكوادرها، الأجهزة الأمنية، وسائل الإعلام والمراقبين المحليين والدوليين، والدور الأبرز للناخب الذي يملك بصوته حق اختيار النائب الذي يمثله في مجلس النواب المقبل. نسب المشاركة في الانتخابات النيابية تفاوتت من منطقة إلى أخرى، حيث وصلت نسبة المشاركة الإجمالية في المملكة إلى حوالي 50%، وسجلت دائرة بدو الوسط والشمال أعلى نسبة وصلت إلى نحو 71%، فيما سجلت العاصمة أدنى نسبة مشاركة وصلت إلى حوالي 36%. كما سجلت محافظة الزرقاء نسبة مشاركة وصلت إلى نحو 40%. يذكر أن هذه النسب سجلت حتى الساعة 6:30 مساء. لم تحدث وقائع أمنية تؤثر على سير عملية الانتخابات أو تعرقل ممارسة المواطنين لحقهم في الانتخاب، هذا ما قاله مدير الأمن العام الفريق أول الركن حسين المجالي. وأكد المجالي أنه تم ضبط حالتين من جرائم المال السياسي اليوم، الأولى تمثلت بضبط بطاقة انتخابية مزورة في محافظة البلقاء، والثانية تمثلت بشبهة مال سياسي في إقليم الشمال.
مضيفا أنه تم تسجيل واقعة أمنية في إحدى محافظات الجنوب لعدد من الأشخاص حاولوا الوصول إلى مراكز الاقتراع بهدف التأثير على سير العملية الانتخابية، إلا أن قوات الأمن حالت دون ذلك عبر إطلاق 4 قنابل مسيلة للدموع. الوقوعات الأمنية التي حصلت في خلينا نقول 11 ساعة الماضية، حقا لا يوجد أي واقعة أمنية أثرت على سير عملية الانتخابات أو أوقفتها أو عرقلت ممارسة حق مواطن في الانتخاب. إجمالي الوقوعات الأمنية لغاية الساعة 5:30، ما بعد 5:30 لا يوجد أمامي واقعة واحدة وردتني الآن وأنا بالطريق، أنه حصل حاولت مجموعة في إحدى محافظات الجنوب الوصول إلى مدرسة لمحاولة تأثير على سير الانتخاب، ولكن فرقتها قوات الأمن العام والدرك باستخدام الغاز المسيل للدموع، استخدموا 4 قنابل غاز. عقدت الهيئة المستقلة للانتخاب عدة مؤتمرات على مدار اليوم كشفت فيها عن آخر مستجدات سير العملية الانتخابية في جميع محافظات المملكة. وأعلن رئيس الهيئة عبد الله الخطيب أن أول 10 دقائق على بدء عملية التصويت شهدت إدلاء 125,000 مواطن بأصواتهم. أما ساعات الظهيرة فشهدت إقبالا متزايدا وصل بحسب الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات حسين بني هاني إلى ما يعادل 1,000 ناخب في كل دقيقة. بني هاني أكد أيضا أن الهيئة لم تواجه أي مخالفة ممنهجة تؤثر على سير العملية الانتخابية، ولم تبلغ بحدوث أي مشاكل داخل مراكز الاقتراع والفرز في المملكة باستثناء حادثة واحدة في لواء كفرنجة في محافظة عجلون، حيث تم ضبط شخص يحمل وثائق مزورة للتصويت وجرى تحويله إلى الجهات المعنية لإجراء التحقيقات اللازمة. وفيما يتعلق بشكاوى المال السياسي، نفى بني هاني ورود أي شكوى للهيئة حول شراء أصوات في الدائرة 6 في العاصمة عمان. أما بالنسبة للشكاوى حول إزالة الحبر الخاص، فأكد بني هاني أن الحبر مستورد خصيصا للعملية الانتخابية، وفي حال تمت إزالته من قبل أحد المقترعين فليتم التقدم بمقاطع فيديو تثبت ذلك. الهيئة المستقلة للانتخاب مجلس المفوضين لديه الصلاحية القانونية بعملية التمديد إذا لزم الأمر. طبعا حتى هذه اللحظة لا زال لدينا متسع من الوقت، عندنا حوالي 2:30 تقريبا لغايات يعني الانتخاب، نأمل أن تكتمل كل هذه العملية ضمن هذه المدة القانونية المتاحة. بحب أذكر الإخوة جميعا أنه من صباح هذا اليوم كنا نتلقى معلومات من قبل الإخوة المراقبين المحليين والدوليين، لدينا خطوط ساخنة معهم حوالي 5 خطوط. غرفة العمليات أو غرف العمليات عم بتتابع الموضوع أول بأول، نتلقى ملاحظاتهم وتتابع بشكل دقيق، وهذه الملاحظات يتم يعني أخذها بعين الاعتبار ويتم تصويب بعض ما يمكن أن يتم تصويبه. التحالف المدني لرصد الانتخابات راصد قدم العديد من المعلومات حول التجاوزات التي حصلت خلال العملية الانتخابية، ومن أبرز هذه التجاوزات ما كشفه راصد عن عملية شراء الأصوات في كل من البادية الشمالية وقصبة المفرق وعمان الرابعة والهاشمية في الزرقاء. وفي العاصمة تحدث راصد عن خروج ورقة اقتراع في إحدى المدارس التابعة للدائرة الأولى لتصبح كما وصفها ورقة دوارة خارج مركز الاقتراع. وأشار راصد إلى حدوث فوضى في كل من مدرستي جعفر الطيار والرشادية التابعتين للدائرة 2 في عمان، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك تقارير مكثفة تتحدث عن خروقات في الدائرة نفسها. أما عن الطفيلة فقال راصد إن رئيس لجنة الاقتراع في مدرسة دير شرف رافق الناخبين في خلوة، كما أن بعض مدارس المفرق شهدت استخدام أصابع غير السبابة لغمسها في الحبر الانتخابي.
كما شهدت مدرسة دير علة التابعة للأغوار الشمالية فوضى ودعاية انتخابية للمرشحين وتأثيرا على ذوي الاحتياجات الخاصة. كما كشف التحالف المدني لرصد الانتخابات عن تضييقات على الصحفيين في المركز الإعلامي ومنع مراقبين من الدخول إلى مراكز اقتراع مختلفة. فيما يتعلق بدعايات للمرشحين في مراكز الاقتراع، أود أن أتحدث في هذا الأمر بنقطتين. النقطة الأولى استغلال الأطفال من قبل المرشحين، ولدينا فيديو يعني وثقناه في هذا الموضوع، يعني حقيقة مزعج الموضوع ويسبب هؤلاء الأطفال لحوادث السير وبطريقة غريبة جدا، وكلهم أطفال صغار يتم استغلالهم لصالح المرشحين، وهذا أمر مرفوض ويعرض سلامة هؤلاء الأطفال للخطر. الأمر الثاني فيما يتعلق بدعاية المرشحين في مراكز الاقتراع، في عندنا يعني بعض الشكاوى وردت على نشاط الدعاية الانتخابية بداخل مراكز الاقتراع أو بالقرب من مراكز الاقتراع مثل مدرسة دير علة وفي مدرسة دير شرف في الطفيلة. فيما يتعلق ب يعني كانت أيضا مشكلة الطفل اللي بيسكروا فيه الصندوق في أكثر من مدرسة، وردت إنه اللجنة اللي حاولوا يسكروا الطفل في إحدى اللي هو بكون عادة الأقفال هذه بلاستيكة بسيطة فكان بيكسروها عند تسكير الطفل. في عندي بعض التفصيلات عن هذا الموضوع. يواجه أصحاب الإعاقات الحركية صعوبة في الوصول إلى صناديق الاقتراع بسبب عدم توفر الوسائل المناسبة، ففي أحد مراكز الاقتراع في منطقة الأغوار تفاجأ ضرير بمنعه من التصويت بمساعدة ابنه، وشكى إلى مدير مركز الاقتراع متسائلا عن هذا السلوك، حيث كان رد مدير المركز بأن ولده تحت السن القانونية وأنه غير مسموح لمن هو دون 18 أن يكون مساعدا أو مرافقا، وانتدب مدير المركز أحد المراقبين ليساعد الضرير في التصويت. والله بالبداية احنا كان زمان أسهل من هيك، يعني تعرف الكفيف كونه لا يرى يجب أن يكون له كاتب ثقة، يعني يثق في من يكتب له. فاللي صار يعني اليوم تفاجأت في كلام من رئيس اللجنة بيقول لك أنه لازم يكون عمر المرافق 18 سنة، ما بعرف يقول لي هيك القانون. طيب ما هذا كاتب، يعني افرض ابني عمره خلينا نقول 15 سنة، بدي في إنسان يثق في أكثر من ابنه مثلا؟ لا. أستاذي الكريم، حضرتك قدمت للاقتراع في مدرسة أم حبيبة في منطقة بيادر وادي السير اللي هي تابعة للدائرة السادسة، حضرتك واجهت مشكلة، حضرتك مواجه مشكلة، شو هي مشكلتك إذا بتقدر تحكي لنا إياها؟ المشكلة إنه يعني الواحد يجي من هناك ما في طريق، يعني ما في طريق ميسر على أساس الواحد يعني يدي بصوته. أول شيء يعني في ناس في إصابات كثيرة زي الكساح أو الشلل، عندي زي الشلل عندي أنا، أو زي إنسان زي كبير بالسن ما بقدر يطلع الطابق الثاني. المفروض إنه يكون إيه، يكون الطابق الأرضي على أساس يكون سهل الواحد دخول وخروج يعني. هاي يعني. وننتقل مباشرة إلى مندوب رؤية في محافظة البلقاء يزن الرماوي، وتحديدا في مركز الاقتراع في مدرسة السلط الثانوية. يزن مساء الخير. يزن مساء الخير لنا. يزن ما هو حجم الإقبال في اللحظات الأخيرة جيدا من إغلاق الصناديق؟ نعم لنا، نستطيع القول أن المشهد الانتخابي في قصبة السلط خاصة وفي التمديد شهد إقبالا مكثفا ومنقطع النظير مقارنة بساعات النهار على صناديق الاقتراع، ولكن بمجرد إعلان ساعة التمديد من الساعة السابعة إلى الساعة الثامنة مساء بدأت حدة الازدحامات تخف تدريجيا على صناديق الاقتراع، حتى أننا الآن العدد لا يكاد يذكر على الإطلاق، يعني ربما 10 أشخاص أو 15 شخص أو من هذا القبيل. جميع الأخطاء التي تكررت والمخالفات التي تكررت وكانت سمة عامة من السمات التي ميزت الانتخابات في محافظة السلط تكررت أيضا هنا في محافظات المملكة.
نعم يزن الريماوي مندوب رؤية في محافظة البلقاء، شكرا جزيلا لك. يعقد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب السيد عبد الإله الخطيب مؤتمرا صحفيا بعد قليل للحديث عن مجريات العملية الانتخابية، والاستعدادات الآن جارية لبدء المؤتمر الصحفي. شرعت أمانة عمان الكبرى منذ ليل الثلاثاء بإزالة لافتات المرشحين والقوائم الانتخابية في جميع مناطق العاصمة استنادا إلى تعليمات الدعاية الانتخابية، وفقا لما صرح به مدير مدينة عمان المهندس فوزي مسعد. وفيما يتعلق بمبلغ التأمينات التي دفعت من قبل المرشحين لصندوق الأمانة، أوضح مسعد أنه سيصار إلى ردها إلى مستحقيها بعد التأكد من حسن تنفيذ حملات المرشحين وعدم الإضرار بالممتلكات. المناطق الشمالية كالمفرق ودائرة بدو الشمال والرمثة سجلت أعلى نسب إقبال على الاقتراع. الأجواء الانتخابية التي سادت هناك ينقلها جورج برهم في التقرير التالي. مع دقات الساعة 7 صباحا بدأت عملية التصويت بشكل منتظم لا تشوبه شائبة في محافظة المفرق وبدو الشمال والوسط، إلا أن هناك بعضا من المواطنين اشتكوا من بطء في عملية الاقتراع، أرجعه بعضهم إلى أن هذه المرة جميع الجهات المسؤولة تتوخى الدقة والنزاهة حتى لا يكون هناك أي مجال لعملية التزوير أو التلاعب. طريقة كتير بطيئة وهذا رح يعطل الإجراءات كتير يعني، بس مقارنة بالسنين اللي فاتت كتير أفضل من كل سنة. بالنسبة للإجراءات، الإجراءات أعتقد أنه شوية كانت بطيئة فقط، ولا الإجراءات كلها صحيحة وسليمة، وهي ممكن أن احنا نسبب ليش كانت بطيئة. أعتقد أنا أنه كانت بطيئة بسبب لأكثر شفافية ولأكثر حالة صحية. وبالنسبة للشكاوي التي سجلت في غرفة عمليات المفرق، هي توقف للربط الإلكتروني في 10 مراكز اقتراع من أصل 68 مركز، وقد عملوا الفنيين على إصلاحها بأسرع وقت. لا يوجد هناك أي مشاكل سوى أنه بعض المراكز وعددها بسيط أقل من 10، هناك مشكلة الربط الإلكتروني، الشاشات لا تعمل. خرجوا الفنيين المتابعين لتشغيل هذه المراكز للربط الإلكتروني، والآن يأتينا الملاحظات أول بأول بأنها تفعلت. انتقالا إلى غرفة عمليات الرمثة، فقد صارت الأمور بشكل جيد، حيث أن هناك إقبالا ازداد مع مرور عقارب الساعة باتجاه ساعات الظهيرة، فقد وصلت نسبة الاقتراع إلى 10% من المسجلين. الإجراءات جيدة، والتصويت حق واجب وطني، ومفروض أنه كل مواطن يؤدي بصوته لمنفعة البلد حتى ننهض بالأردن. أما بالنسبة للشكاوي فقد اقتصرت على عدم عثور بعض المقترعين على أسمائهم في صندوق، ويرجع السبب في هذه الحالة إلى وجود أكثر من صندوق لنفس الحرف. هي شكليات بسيطة يعني يتم حلها من قبل رئيس لجنة الاقتراع، يعني واحد ما لقاش اسمه بالصندوق هذا بيكون الحرف مكرر في أكثر من صندوق، يعني أحرف لها أكثر من صندوق، فمندله منوجهه على الصندوق الذي يليه. جورج برهم، محافظة المفرق، لقناة رؤية. على الرغم من الأجواء الانتخابية التي انشغل بها معظم الأردنيين بين مؤيد ومعارض، إلا أنه يوجد شريحة من المواطنين لا تكترث بالعملية الانتخابية برمتها. المزيد من التفاصيل في تقرير رنيم عبدين. رغم الإجراءات المشددة التي قامت بها الهيئة المستقلة للانتخابات قبل وأثناء بدء عملية الاقتراع في جميع محافظات المملكة حفاظا على حسن سير العملية الانتخابية، إلا أن كثيرا من المواطنين يرونها مرآة الانتخابات السابقة. ما الله ما فيش تقلن، وكلها كانت وعودات وكذا، وما فيش من الحكي هذا يعني. دخلت القاعة طبعا وأنا غير مقتنع في هذول النواب كلهيتهم. لو تسأليني شو السبب أنا بقول لك شو السبب، شو بدون تسأليني أنا طبعا راح أسأل نفسي وأجاوب، لأنه هذول حضروا عصر الفساد السابق والآن هم راح يرجعوا لعصر الفساد، فالفساد راح يزيد فساد.
وانا بجد ما بجد في ناس هذول الكفاءة حتى يكون نواب يمثلوا هذا الشعب. هذا الشعب لا ما انتخبت حدا لانه ما بلب مطالب الشعب، يعني هذول ضد الشعب بالنسبه لي مش مع الشعب. ما بدي انتخب بالمره لانه والله حتى صورهم ولا واحد فيهم وجهه ببشر خير، وهم كل يوم بيجي وجه جديد بدي اسوي لكم وبدي اقملكم وكله على الفاضي. لا والله ما انتخبت لانه انتخابات بدون فائده، لانه ما في ولا مجلس اجى انه الواحد ينتخبه ويستفيد منه، والوجوه نفس الوجوه، ما في وجوه جديده للواحد يحكي انه بدها تغير او تفيد الشعب بشيء جديد. عشان هيك ما انتخبنا وقلنا يوم عطلة خلينا نتسلى ونلعب شدة أحسن لنا من الانتخابات. بينما يؤكد القائمون على دوائر الاقتراع على شفافية سير العملية الانتخابية، مشيرين إلى أنها تقوم أمام المراقبين مطبقة لما جاء بالقانون. جرت العملية الانتخابية منذ صباح اليوم تقريبا عند الساعة 7 بالضبط، نسبة الإقبال لغاية اللحظة هاي تعتبر جيدة وجرت بكل سهولة ويسر الحمد لله. نتائج انتخابات مجلس 17 ستكون الحد الفاصل بين آراء بعض المواطنين والجهود المبذولة من قبل الحكومة الساعية لنزاهتها. رنيم عبدين لقناة رؤية. رصدت كاميرا رؤية في محافظة الطفيلة مشاجرة انتخابية بين عدد من أنصار مرشحين، نترككم مع هذه اللقطات. بتحط عن صورته صح. إذن ما زلنا بانتظار المؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب السيد عبد الإله الخطيب للحديث عن مجريات العملية الانتخابية. في ختام النشرة إليكم التذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مليون مواطن يقترعون لاختيار أعضاء مجلس النواب 17. أنسور يؤكد على استقالته بعد انتهاء الانتخابات النيابية ويدلي بصوته في محافظة البلقاء. والمستقلة للانتخاب تؤكد عدم وجود أي مخالفة ممنهجة تؤثر على سير العملية الانتخابية. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية. شكراً للمتابعة، بأمان الله.